وبعتز جدا باسلوبك في الحوار، واسلوبك في سرد الحدث، اسلوبك جديد، وبعدين عندك كاريزما. الله يخليك. شكلا يعني الله يخليك. ده شيء جميل وده مؤثر على ولا ليك الجمهور كبير جدا بيحبك. الله يخليك، شهاده اعتز بيها. ربنا يخليك. انا طبعا الحوار عدد كبير من المشاهدين هيتخيلوا ان الحوار يجب ان يجمع بين الماضي والحاضر وحتى المستقبل، لكن انا عارف انك انت بتعمل قصه حياتك. ايوه. واكيد الناس هتهتم انها تشوفها تحت عنوان سلطان زمانه. صح. والحقيقه العنوان جميل ومبهر. والله انا اخترته، والله انا ما عملت حاجه ولا انا فكرت فيه ولا كنت عايز اعمله، بس في ناس بيحبوني هم عايزين يعملوا لي ده. انا كنت اتصور مثلا زي ما ام كلثوم مشيت عملوا لها مسلسل وبس. انما ما فيش سرد، يعني كان لازم يبقى هي اللي تتكلم. هي ياخد لان تجارب المبدعين مفيده للاجيال كلها، للاجيال اللي جايه. عبد الوهاب ما فيش لي حاجه، بليغ ملوش حاجه، الموجي ملوش حاجه، ايه يعني مسلسل ولا بتاع، لكن لازم يكون ليه سرد شخصي وشهود، ومن هنا الموضوع يبقى فيه صدق، ما فيش فيه تحوير، ما فيش اضافات، بكل ما حصل فعلا بيحصل، لان بيحصل امامه مش بعد ما يموت. هو للاسف طبعا احنا لما نيجي نبحث في مكتباتنا هل في تسجيلات لام كلثوم وعبد الحليم وعبد الوهاب والعقاد وكل العمالقه وطه حسين، هنلاقيها اغاني قليله او تكاد تكون منعدمه. اغاني. انما تعالى بقى ما الذي يخص شخصيه محمد عبد الوهاب، انسان محمد عبد الوهاب الانسان، اسلوبه في الكلام، اسلوبه في الحديث، اسلوبه كل ده لازم يدون ويسجل، والباقيين والقمم الكبيره اللي عندنا. لكن احنا بعد ما يموت الانسان نقول لك يا ريت عملنا له بالك، او نفكر بعد ما نفقده ونقول ما فيش الساحه فضيت. لم نلتفت، وهي يعني فعلا الساحه بتفضى. الساحه فعلا بتفضى. الساحه بتفضى، انا شايف طبعا الساحه بتفضى، يعني لم نعد في زمن العمالقة. لا, لا 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 ما اعتقدش ان هذا لازم، عشان يعود لازم يمشي صح. الزمن بتاعنا كان ماشي صح. مفيش حد امتهن هذه المهنة إلا كان على أرضية صادقة وحقيقية. لكن أنا دلوقتي بسمع المعظم اللي بيقدمه في أصوات كثيرة بتغني مش المفروض إنها تغني خالص. في ناس بتلحن وما تفهمش في المزيكا حاجة، في ناس كويسة بس عجيب قوي إن حد يلحن وما بيفهمش في المزيكا. لا، في ناس ما بتعرفش ما بتفهمش في المزيكا، بيجي الموزع يعمل لها، يكتب لها ويعمل لها مقدمة والنهاية وبتاع، واخد بالك. بلاش كده. يعني الخبرة غير الدراسة غير الثقافة، الخبرة. وبعدين الموهبة نفسها، مش أي حد يلحن ومش أي حد يغني ومش أي حد يألف ومش أي حد يمثل، كل ده لابد أن يبقى فيه مصفاة، عشان ده مستقبل مصر. يعني أنا بعد ما أرحل، وبعد خلاص بليغ رحل والموجي رحل، وبعد كده في حلم بكرة موجود مثلا، واخد بالك، في بعض ناس موجودين كويسين، في ناس لازم اقف عندهم اقول في لهم مستقبل، في ناس موجودين. انما مش هو ده الثراء والغزاره اللي كانت موجوده في الزمن الجميل، من الاصوات والنجوم، ام كلثوم وعبد الوهاب وعبد الحليم وفايزه ونجاه وورده وهدى سلطان ومش عارف مين ومين 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 ومين. كويس. كل هذه الغزاره في النجوم موجودين، الى جانب الرجال اللي كانوا بيغنوا كمان موجودين كتير جدا. دلوقتي ما فيش اصوات، يعني هتلاقي هاني شاكر مثلا من الاصوات اللي هي تقف عندها. اللي بيعجبك قوي في انا اللي قدمت هاني شاكر، فانا انا انا انا, أنا ما بقدمش حد مش مقتنع بيه. انا قدمت رضيا مصطفى مقتنع بيها. أنا قدمت سميرة سعيد مقتنع بيها. في أصوات كتير جدا أنا قدمتها وما خدتش حظها، زي مثلا صوت اسمه أماني، مطربة كويسة جدا، لكن ما خدتش حظها عن طريق المنتجين، لأن أنا ما أقدرش أنتج لها، ما عنديش إمكانيات إن أنتج لها. أنا اللي بقدر أعمله إن بساعدها، أقف جنبها، أوري للمطرب، أعلمه، أقول له يغني إزاي، ازاي الشياكه في الاداء. الشياكه في الاداء، امال ايه؟ لان في مطربين بيقولوا عرب مزعجه جدا. انا بسمع مطربات ومطربين كل غنائهم عرب. العرب يعني ايه؟
العرب اللي هي التريلهات اللي هي التموجات الصوتية. أحلى تموجات صوتية كانت عند عبد الحليم حافظ وفايز أحمد. أحلى تموجات صوتية. اللي هي التموجات الصوتية؟ اللي هي العرب. آه. العرب الصوتية اللي هي اسمها التريلهات هم يفهموها. تريل تريل. يعني ما بيقولش الجملة كده منسابة. لا جواها تعرجات كده وبتاع بصوته. أشبه بالموجات يعني بالموجات تموجات. بصوته. بصوته. اللي موجود بسمع ناس اصواتها مش بطاله دي تموجاتها مزعجه وحشه قوي مزعجه في اصوات معروفه ومشهوره تموجاتها مزعجه ما اقدرش اسمعها زي مين لا مش عايز حرام عليا لا شوف حضرتك هتاخد مني اي معلومه تحبها بس لن امس احد ولا اجرح حد ولا اغلط في حد انا طبيعتي انا معروف عني كده يا فندم يعني انا طبيعتي انا طبيعتي محب للناس وما احبش حد يكرهني عايز الناس تفضل تحبني فانا ما احبش انا اقول رايي لنفسي وبعدين اللي بيجي لي فرصه ان انا اقعد معاه اقول له اوجهه اقول له حاجه بقول له ما انا ما بخلش على حد ابدا ولو جالي اي ملحن جديد عايز يعرف حاجه هعرفه وياما انا كنت في لجنه استماع في الاذاعه والتلفزيون عدوا لجنه استماع اصوات جات لي نجحتها واصوات ما نجحتش واللي نجح كنت بقول له عايز تزيد معرفه تتعلم حاجات انا شايفك في حاجات ناقصاك انا تحت امرك عايز حاجه تعالى اسالني انا اقول لك ليه؟ لان ده لمصر انا ما بعملش ده لشخص معين بعمل لمصر لان اعشق مصر انا لحنت الاغاني الوطنيه اللي عملتها لمصر عملتها من منطلق عشقي لهذه الارض انا مثلا عندي ولادي بره عليتهم بره اخواتي بره انا طب انا قاعد في مصر ليه انا بعشق مصر بعشقها فعلا ما تصور